بطرحونا في التراب مع 60 سلامة. طرحوا الجاكيت هو، هذا مش مهم. يأكلوا الدود، يأكلوا السباع، يأكلوا التراب، يبقى محفوظاً غير محفوظ، مش مهم هذا. أنت لما تخلع الجاكيت، لو أجي واحد أخذ جاكيته ومزعه يعني تتألم أنت؟ ألم معنوي إنه فلوس هذه 100 يورو يعني، بس مش جسمك بتألم أبداً، لأنه هذا كذلك بدنك لما إيه الروح بتطلع منه ما في علاقة.